بفعل مزبوط. فاعل او من غير فعل فاعل، كل ده عدى علينا في الدنيا كلها. ف بالمناسبه كابتن، انت بدات سنه كام مع النادي الاهلي؟ انا كان ليا الحظ 75 76 كنت عندي 17 سنه ونص. 75 76 ده اعتقد كانت البطوله رقم 12 او 13 للنادي الاهلي في الموسم ده. متهيألي 13 متهيألي 13 أيوه. 13 أيوه. كان من حوالي حاجه 40 سنه يعني الكلام ده. على فكره، على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يمكن انتم الجيل اللي قربتوا وحببتوا ناس كتير جدا 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 في النادي الاهلي. جيل العظماء اللي هو يعني انا مهما قلت الاسماء، يمكن انا قلت بعض الاسماء ويمكن دلوقتي افتكرت اسماء تانية زي كابتن فتحي مبروك، كابتن حسن حمدي، الكابتن هيفوتك كابتن صفوت الله يرحمه. لا ده الجيل ده مش عايز اقول لك ان هو عيشنا كاننا جوه النادي الاهلي، ده جيل العظماء اللي عمل انجازات للنادي الاهلي وحبب ناس كتير جدا 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 في النادي الاهلي. هقول لك على حاجه كمان، والله انا يمكن الحظ خدمني انا وعلاء ان احنا كنا نخش في وسط المجموعه الجميله دي، المجموعه اللي زي ما انت بتقول جيل العظماء يعني. كان في عندنا فريق اسمه فريق الامل، مظبوط، بتاع كابتن جوهري. دول كلهم كانوا ما شاء الله، مظبوط، يعني فاهم قصدي ان انا كنت اعدي انا الناس دي، اعدي نبيل بحطيتي والسمري وعلي زيور، كابتن علي زيور كمان ماهر. لا انا وماهر يعني كان حظنا حلو. ماهر لعب قبلي بفتره ولح منتخب، وانا اللي اتعورت في اول ماتش في الدوري العام كنت ضد اسكو، وما لحقتش مع نينكوفيتش مباراه نيجيريا ومباراه تونس. صحيح. انما ماهر دخل مباراه تونس لعبها لو تفتكر، مظبوط، ماهر قبلي. مزبوط. يعني ماهر لعب قبلي وكان من الناس اللعيبه اللي هي بتلعب تحت 21 سنه مع كابتن جوهري. صحيح. ف في اجيال وفي لعيبه كانت موجوده، لو انا اسرد لك اسمائهم ما كانش ليهم حظ. صح. انما دول كانوا فرقه لوحدها الحقيقه، فرقه 18 سنه. مزبوط. قيادات الكابتن عوضين والكابتن سايس والكابتن سمير ابو السعود والكابتن عمرو ابو المجد و دكتور مفتي وكابتن جوهري. دكتور مفتي، دكتور مفتي ابراهيم الله يرحمه، ودكتور ابراهيم شعلان. يعني الناس دي كلها كان ليها بصمه، وبصمه واضحه. وفي اسماء كتير كان احنا كنا مسؤولين منهم في هذا العصر وهذا الوقت. انما جميع اللعيبه ما شاء الله اللي انت قلت عليهم بكفتهم ببطولاتهم كانوا تحس وانت رايح بتراهن النهارده النتيجه هتبقى كام. بالظبط. فهو ده النادي الاهلي العظيم اللي انت كنت بتتكلم عنه في اول الانترو. كابتن علي.